بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مصر وقطر والولايات المتحدة ملتزمون بالشراكة من أجل إنهاء الحرب في غزة وتبادل المحتجزين. وأعرب وزير الخارجية القطري عن تقديره للجهود الأمريكية في سبيل توحيد الرؤى للتوصل إلى مقترح لوقف إطلاق النار بصيغة تقرب بين وجهات نظر الأطراف كافة قدر الإمكان. ونحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. لقد قلنا أن سلوك من كلا الطرفين يسير ضد الجهود. نحن نبذل ما بوسعنا لاعتبار أنفسنا كشركاء في هذا الصراع، وما نهدف إليه بتحقيق الأهداف المحددة هو رفع المعاناة عن الناس في غزة.